لا ما جاليش بيان ولا اي منشور ولا حاجه رسمي ان انا اغلي الاسعار او في اي حاجه تغلي الاسعار، لكن سمعنا زي الناس ما بتسمع اللي هو ايه بقى اللي هو ان البنزين هيغلى، بس يغلى كام او ايه بالظبط ما نعرفش. طب وبالنسبه انت اعتقد انت بتشوف الناس هنا حاطه حزام الامان ولا لا؟ بدات تحط دلوقتي، يعني في التزام؟ بدأوا يلتزم بيها. تمام. بدات تلتزم بيها، انا واحد من الناس ملتزم بيها. يا ما بقول لحضرتك الصراحه. ليه يا فندم؟ ليه؟ ما نعلي المشاكل المخالفات الكلام ده عشان حدوث مثلا اي مثلا حوادث او لا مش حوادث يعني. انا عشان المخالفات انا بتلاقي شر المخالفات بس بقول لك بصراحه. طب انت قبل كده حصل لك موقف ان انت اتعمل لك مخالفه؟ كتير. يعني وصلت لكام؟ لا خد الرخص فيها، سحب فيها الرخص بس طبعا دفعت مخالفه بقى. ايوه ماشي وخلاص، هو الحزام ده امان ليا يعني، هو في الاول والاخر امان ليا، بس تلكيكه هو بيتلكك فيها خلاص همنع التلكيكه بتاعته دي، ايه المشكله؟ لكن في الاول والاخر هو امان ليا، زي الخوذه اللي معاه موتوسيكل ما هو امان ليا. تمام. فاحنا بس بناخدها بحته ايه الحزازيه شويه يعني، او ما نحبش الحكم النفس على النفس. يوقفني انت ليه مش مركب الحزام؟ طب هات رخصك. لا خلاص ده قانون وانا التزم بيه خلاص، لا هو ليه عندي حاجه ولا انا ليه عندي حاجه. بجيبه ب 185 قرش يبقى ب 2 جنيه 35 قرش، يعني مش فارق معانا في السعر، يبقى هيجي يعزموه برضه. طب وبالنسبه لحضرتك انت ملتزم بموضوع الحزام ده ولا لا؟ لا جنب منه يعني جنبه ايه؟ حضرتك بتستعمله؟ لسه فاكه دلوقتي انا لازم اجيبه. يعني شايف ان دوت امان ليك؟ أنا طول ولا عمري. انت خايف من ال لا طول عمري على طول اصلا بصرف النظر عن في غرامه او لا؟ لا كنت شغال زمان مع جماعه من حد 20 سنه كده معودين عليه. بس حاجه اتفضل شكرا. بتكلموا معاه على ايه؟ ارتفاع الاسعار بتاع البنزين ده يفرق معاك؟ كتير طبعا. في ايه؟ كل حاجه يعني، انا راجل بحمل نقله 500 كيلو في الشهر، بيرفع البنزين معاه 80 احنا مش لاقيينه. امال انت بتدفعوا ليه؟ 92 واللي فيه 80، بس العرض النص النقل زي كده 80 مش 90. تمام. ما فكرتش تغير غاز؟ لا طبعا. ليه؟ عشان مريحة من البنزين. انا قلقت عليه. تمام. الجاز ما حدش لاقيه، الجاز الطبيعي مال الدنيا. يعني الجاز الطبيعي ما حدش لاقيه، الجاز برضه كان معايا. انت بتحول حوالي قد ايه تقريبا؟ كم؟ 25 جنيه 30 جنيه 25. ما تخليش البنك ينزل معاه على النص. لما بيجيب علامة النص بديها تاني. تمام. عشان برضه ما اقفش، ممكن بقى ما اقدرش اخد بالك كده. تفتكر هيأثر في على كل الناس ولا على ناس وناس؟ طبعا على كل الناس. في ايه بقى؟ كل حاجه، في ناس هتخش اخبار بتشتغل في الطوابير، بلاش البنزين. في ناس اخبار تيجي برضه زي الطابور ده، ما حدش بيقلق، ما حدش بيحسن. يعني ممكن يقف ساعتين ثلاثة أربعة. بص، مع ارتفاع البنزين ده بيرتفع ليه؟ لما بيكون الدولار بيرتفع، مفيش دولار في البلد، الحاجات دي كلها. في البلد هنا بيحاولوا ان هم يوصلوا ان هم عايزين يرفعوا الاسعار عشان الاقتصاد عندنا بيقل يعني. تمام. فبالتالي بيأثر على ايه؟ بيأثر على الناس هنا في مصر. طبعا الناس هنا في مصر دخلهم مش كل الناس زي بعضيها، في ناس بتقدر تستحمل، في ناس مش بتقدر تستحمل. حتى بتوع التاكسيات ولا بتوع الميكروباصات والحاجات دي كلها، هل دول هيستحملوا؟ مش هيستحملوا؟ ان هم هل الاجره بتاعتهم هتزيد؟ ما هي برضه دي لما بتزيد برضه بتزيد على ايه؟ على الشعب، بتزيد على كل يعني. تفتكر حضرتك اي فئه اكتر هتتاثر بالموضوع ده؟ اكتر فئه هتتاثر بالموضوع ده؟ لو انا ما ظبطتش الاجره والبنزين زاد، رزقي هيقل.
وطبعا هيبقى في مشاكل كمان مع المواطنين. مش ما في مشاكل مع المواطنين، في ريت يرجعوا موضوع البنزين دوت ما يتجاوزش الدوله. مش هيأثر عليا بس، هيأثر على الناس كلها. هيخليك كل ما تشتري حاجه يقول لك البنزين غالي. هيخليك في احتياج ان انت تعلي الاجره او ولا انت ملتزم؟ مش تحتاج ان انت تعلي الاجره دي، ما هقول لك على حاجه، في ناس هتعلي، بس هو رحم الله مرينا عرف قدر نفسه. يعني انت ما انت شايف الدنيا كلها تعبانه، هتعلي على مين يعني؟ بس في ناس ما بترحمش، هتعلي هتلاقي يعني بتوار دي اللي حركه دي اللي كل ما يجي يتكلم هذا بنزين بس. والله بقى بص، ده شغل شحاده بتاع سواقين، انا عارفه اصل انا سواق يعمل حد على شغل شحاده السواقين اللي ما فيش ما معناش فيه وبتكسب. ده المفروض يعمل لك ضرايب على رخصتك دي يا استاذ. اسمع، الدوله الواقعه دي المفروض يدفعك 2000 جنيه ضرايب على رخصتك كل سنه المفروض. مش بتعفوه انت، لا والله العظيم. انت بتاخد حاجه مخبات لما تيجي بخرفه قبل العربه تتعمل. صار 9 ورابط انا بقى 40 سنين ما بسواش النيابه اللي هو المفروض يبقى معلش. يا عم 4 سنين مخبات، هل العربيه ما اتعملتش لسه؟ انت اللي بتعمل المخالفه، مش انا اللي بعملها لك. العربيه ما خدتش لسه، عملت العربيه مش الصنعه لسه، الوضع اتغير. بص يا استاذ، هو جبت جاي، خش يا عم، عليك تعال. انا بتكلم في ايه؟ اتكلم الاول، لسه دوره واقعه لسه. سواء لو مرتب عربيه دلوقتي تجيب ايه ويجيب دخل ايه؟ بتقولي لي انت ب 3 جنيه. طب بالنسبه ليك انت فرق منه اهو، بالنسبه ليك انت، انت دخلك ايه؟ يقدر ان انت لو انا بنزين اوقف عربيه. ايه؟ لو هي بنزين اوقفها. حرام الشغل. تمام. حرام، الجو ده توقف في الجامع ده واقف يجي ساعة. بقول لك يا استاذ، معلش عربية شغالة مصروفة 5 جنيه. 5 جنيه يا عم تغير. بص الأرض محمود ومصر ديت. أنا آسف إن أنت بتصور الكلام ده، أنا آسف. انت بتصور تقول تسمع الكلام الفاضي ده؟ ايه ده؟ كلام فاضي والله، شحاتين يا سيدي الفاضي. عربية الشعب استغنيت طول النهار يا جدعان، عايزين ايه؟ ده دليل على ان الشعب لازم يتعالج. تمشي كام ده؟ كام كيلو؟ 100 وكام؟ 150 كيلو، 5 جنيه يا راجل. غاز، لو بنزين مفيش غاز، لو بنزين مفيش غاز، احسب عربية. يلا يا محمد. يلا يا محمد. يلا يا محمد. يلا يا محمد. ربنا مش قديم، ده حق، ده دولة واقعة بقالها 3 سنين، مفيش تزود. طب انت هتزود دلوقتي البنزين، في حاجات هتزيد تاني، الأكل هيزيد، الخضار هيزيد، كل شيء هيزيد، المنشأة هتزيد. المرتبه 1000 جنيه هيجيب منين؟ عليك انت بتتكلم عليك انت، ماشي اوكي. اوكي ماشي، نقول العربية بتكسب. طب الموظف بقى اللي هيزيد عليه الأكل وهيزيد عليه حاجة. احنا بنتكلم مبدأ دلوقتي اللي يزيد البنزين. كتير هيزيد أسوأ أكتر. طب انت عملت لنا معادلة اللي انت تخش قبل السوق الأول، اللي بتزود البنزين ولا بتزود كده؟ قوم السوق وزود اسعار ارتفاع اسعار البنزين. بالنسبه للزيت، لما بيعلى كل 3 شهور ده انت بتتدرب فيه؟ بتدرب بيه؟ انا بصراحه مش حاسس حكايه العلاوه دي، لان انا بغير ال 10000 كيلو، فما بحسش وما بحسبهاش يعني. طب ولو اسعار بقى البنزين بقى؟ انا مميد اسعار البنزين. ليه بقى؟ بس الارتفاع يبقى بطريقه مظبوطه، لازم الناس اللي راكبه عربيات كبيره السي سي بتاعها عالي فوق ال 1600 لازم يدفع ثمن الكوكب، ما يقدرش يركب العربيه الا باسعار اما راجل. لكن في نفس الوقت لابد ان نراعي الوعد الاجتماعي للطبقات اللي هي الاسره الصغيره اللي بتركب عربيه 1600 سي سي ولا 1500 سي سي دي ما زودش عليها البنزين، لكن فوق كده مفروض ان البنزين لازم يزيد. ده دعم للدوله، مش ممكن الدوله تتحمل كل هذه الاعباء والناس اللي معاها ما بتدفعش ثمن الرفاهيه بتاعتها. او فانا مع رفع الطاقه، بس الرفع اللي هو المقنن والمحسوب بحيث لا يمس الطبقه عامه الشعب، الناس اللي هم على قد حالهم. لابد 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 لابد، ان لم يحترم القانون فقولي على البلد السلام. لابد من احترام القانون، ولابد القانون يسري على الجميع، مفيش لا كبير ولا صغير، البلد كلها المفروض سواسيه، كل واحد يؤدي دور في المجتمع، فالمفترض انه لابد ان نحترم القانون ونكون قدوه للاخرين.
ولابد ان احنا ما نرميش الزبالة من العربية، ولابد ان احنا ننظف شارعنا وننظف بلدنا وننظف اخلاقنا، ودي مهم جدا. لانه انت عارف احمد شوقي بيقول صلاح امرك للاخلاق مرجعه، فقوم النفس بالاخلاق تستقم. لن تستقم حال البلد الا لو ان احنا قومنا اخلاقنا. الميتر بتاعك هيعمل كام؟ هيعمل 3 جنيه عدادي قانوني، هيعمل 3 جنيه حلو الكلام، ممكن 2 يعني 3 الا ربع فاهم. فانت زوين بتسيب ال 3 جنيه سوين والزبائن هيتخانقوا مع بعض، لان هي الاجره موحدة كام؟ موحدة 3 جنيه اكتوبر وزايد 2.5. تمام، هي مش ينفع تغلى ولا في زايد ولا تنفع تغلى في اكتوبر بالظبط، ولا الناس تسمح للماديات بتاعتهم ان هم يزودوا الاجره. بمعنى لو زادت الاجره تزيد قد ايه؟ يزودوها من 6 جنيه بكتيرها قوي. بكتيرها قوي. هي طبعا اقل من، احنا سالنا سواق قال لك هتحتاج مثلا لو هي ب 4 جنيه او ب 3 جنيه تزيد الضعف. لا 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 ما فيش الضعف، لا هو نص جنيه اللي هيزود. طب بيقول لنا 8 جنيه. لا 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 هو هيزيد نص جنيه، والنص جنيه ده هيعمل مشكله يعني، مش هيعدي كمان بالسهل، لا هيعمل مشكله. هتكلفك انت بنزين قد ايه؟ يعني لو بنزين 15 جنيه. 15 جنيه وزيت. وزيت انت بتحمل بفول ايه اصلا؟ زيت ولا سولر؟ سولر جاز. 15 جنيه؟ تمام. لا لازم 15 جنيه. تمام. التقسيمه لو تحط مثلا 700 جاز ماشي ب 25، دلوقتي تحط 700 جاز ب 50 جنيه. كده يبقى انت 70 جنيه. هي هتزيد نص جنيه. ماشي. ما احنا بنتكلم اهو. تمام؟ يبقى انت كده اصبح هتروح من غير كومسيون، يبقى انت شغال ليل ونهار. تدي 49 وانت تاخد ايه؟ خلاص يبقى مش هتشتغل. او تعالى اتفرج على ما ينفعش، محدود داخل ما احنا معناش. انا مش عايز اسعار، عايزين ناكل عيش والحلال. اللي هيزيد علينا حضرتك هيزيد على المواطنين كلهم. لان احنا لو زادت علينا البنزين هنزود الاجره. لو زادت الاجره؟ لو زادت الاجره معاكم هتفرق معاكم؟ اه طبعا. هتفرق في ايه؟ كل حاجه. سولار، كلمة سولار مش معناها انه راكب هيركب عربية يروح. سولار ده يعني اكل، يعني عيش، يعني خضار بيتنقل من الارض بيجي لك من المحافظات لحد هنا. كل حاجه هتولى بلد كلها هتغلى، مش بمزاجنا، هي هتقول كده. ما السولار النهارده ب 110، اما تخليه ب 150، الفرق ده مين اللي هيدفعه؟ الراجل ده مش انا، ولا هشيل معاه. هشيل معاه في ايه بس؟ مش في الجزئيه دي من السولار دي الميكروباص خط رفيع واحد بس من مشوار السولار، انما في عندك نقل مؤكل، في عندك ميه، في كل ده بيتنقل بالسولار. فانا هدفع مع الناس وهرجع اعوض من الراجل ده؟ ما انا هعمل ايه؟ ما انا مش موظف، ولا عندي معاش، ولا عندي تامينات، ولا عندي تامين صحي، ولا عندي حد بيسال فيا لو قلت اي. فانا بدل ما اقول اي هاجي على الراجل ده عشان اعرف اخش مستشفى، عشان اعرف يبقى معايا فلوس. ما انا خايف من بكره. طب لو الاسعار غليت او كده بالنسبه للحوار، هم رضوها يبقوا ايه؟ ما هتحصل مشاكل بينك وبينهم. لا مش هيحصل مشاكل ولا حاجه بأمر الله. لا في أنا ناس انا عن نفسي، انا تمام. لو السعر يغلي عليا انا عن نفسي هعمل مشكله مع السواق. طب انا هقول لحضرتك، رد عليه قول له يجي على وش العجل، انا هقول لحضرتك، انا وانت اختلفنا، على الاجره. هل انا همسك لحضرتك؟ لا. في واحد بيفهم او عارف ربنا او متعلم وقاري، وفي سواق ما عندوش ابيض. فلو انا واقف موجود في مواقفي بامر ان انا هحكم الكلام كله، بس انا هعمل معاك ايه؟ انت مش هتدفعي وانا مش هتحرك، انت هتجبريني ان انا امشي؟ لا طبعا. خلاص انت هتعمل ايه؟ هتفضلي واقفه معايا اخر ما تساي، انت هتعمل ايه؟ اللي انا عاوزه هتديهولي عشان اروحك. بس ممكن امشي لحاجه ثانيه. خلاص امشي ماشي، بس الموقف وقف عشان كده. وبعدين كان حاصل تجوال، كان في ظروف كولابسه يعني. دي قله ضمير، دي قله. وربنا ما بيرفكلوش، انت عارفه حضرتك اللي يطلع بالفرده والراكب ب 10 جنيه دي بيرجع فاضي. دي نمره واحد، سيبك من فاضي، ما كده كده نازل فاضي، حتى لو طلع ب 2.5 نازل فاضي. بس بينزل بقى عربيته ويجرى لها حاجه، يقابل اي حوار، ينزل يلاقي واحد يظلمه زي ما هو ظلمك، ياخد على عينه من واحد واقف تاني قوي. ما انا لما باجي بلاقي مثلا بيحمل بال 10 جنيه انا ما بسكتش، بفتح الباب وبكلم الراكب اقول له انت تستاهل، انا دفعت 10 جنيه، ادفع 2.5 وانا واقف. انزل من العربيه وانا هجيب لك عربيه تطلعك. يعني في واحد يخاف ربنا وفي واحد ما يخافش ربنا. بس احنا كل دي قله ضمير ما نقدرش نحكم، انما نوفر له المناخ ونقدر نحاسبه. ما تجيش مثلا تقولي لي الجاز هيغلى. طب ماشي الجاز هيغلى، وبعدين لما يغلى الجاز انا اكل سلط؟ ما انا هغلي على الناس صح؟ ما انا على الناس لسه بقول
بنقطعها من دلوقتي. وبعدين لسه بقول للاستاذ برضو ان يعني السولر ده غلو السولر مش موش على الميكروباص بس، ده الميكروباص ده جزء رفيع، وانا احد افراد الشعب، هيغلى معايا هيغلى في الميكروباص انا هغلى على الزبون، بس انا هدفع برضو تاني العربيات النقل بتنقل الاكل من الارض بتوديه موقف، والموقف بيوزع العربيات اكبر، العربيات اكبر بتسافر اسوان بتروح هنا بتروح هنا، كل ده هيغلي. وانت طبعا عشان البلد دي تغلى انا بقى هبدا ادفع انا في ايه في لو الاسعار من الناحيه التانية، فهضطر ان انا اغلي على الراكب. من يوم انت هتبقى غاليه هتبقى غاليه، لان البنزين لو غالي او الجاز لو غالي كله هو برضه هيرجع ياثر على المواطن تاني، لان طبعا الاسعار هتغلى والاجره بتاعت العربيات هتغلى. المفروض لما يغلي الحاجات دي يغليها وينزلوا الناس في الشارع يظبطوا التموين، يبقى في مراقبه على التموين والكلام من ده، لان الناس بتغلي الحاجه بمزاجها. غليت الدوله غلتها غريزه ولا شيرين بيغلوا فوق منها تاني.